قصاد بنفسهم. ما تيجي نطلع كمان نشوف كده الصوره، انا هوريكم الصوره وعايزاكم تعلقوا لي عليها. صوره للقيس رفائيل جاب، اللي جاب عمامه، عمامه الازهر وحطها معاكم يا شباب، خلونا ننزل بيها كده. جاب عمامه الازهر وحطها فوق عمامته وقال ان دول بيكونوا علم مصر. احنا على الهوا مدام ايفت، تقولي ايه فيها؟ انا شايفه ان ده حقيقي خالص. يعني المسيحيين عموما ما عندهمش يعني اللكشري بتاعت انهم يكرهوا او انهم ما يحبوش او انهم يعادوا حد. احنا يعني ما نقدرش نعمل كده، احنا لا تربينا كده ولا تعلمنا كده ولا ديننا بيقول لنا كده. احنا مؤمنين بالمحبة ومؤمنين ان احنا يعني انا لما بفتكر القصة مكاري يونان، اول ما حصلت القصة دي بتاعت الكنيسة وكان هو اول واحد كلموه، كان في حد جنبه وداله المايك وكلمه، لو تفتكري قال له ايه؟ قال له احنا بنحبهم، مش هم عملوا فينا كده، بس احنا برضو بنحبهم ومش هنبطل نحبهم وهنصلي او هندعي ان اللي عمل كده ده ربنا يهديه. وهو راح القس مكاري، راح في الكنيسة البطرسية وراح قال نفس الكلام على بالظبط. ده الكلام اللي اتقال في الاول من غير تفكير. يعني ده اللي هو ايه الرد الفعل الاولاني. فكون ان واحد يحط العلمة بتاعت الشيخ على راسه، انا شايفه انه ده حاجه يعني شيء رائع، بس طبيعي يعني طبيعي، مفيش طبيعي. اصل خلي بالك انت بتكلمي واحده عاشت الفتره الحلوه اللي انت كنت بتتكلمي عنها. يعني احنا اتولدنا في جو كانش فيه الكلام ده خالص بتاتا وكبرنا. كان فيه ايه؟ احكي لي.